قلبي طيب قوي قوي، وعايز اقول لك انا ممكن اقعد اتكلم معاكي وبنتخانق انا وانتي بعد 5 دقايق لك. واحنا كنا بنتخانق على ايه؟ اهلا واضح حوري فرغلي. اكتر حاجه بتميزني هي مناخيري طبعا. اكيد يعني اكيد اكتر حاجه مميزه فيا الناس مش شايفاها. انا في حاجات كتير مش حاجه واحده بس، اني حسنه الظن دايما بكل الناس، اني ما بصدقش ابدا اي حاجه حد يجي يقول لي فلانه قالت عليكي او فلانه قال عليكي، ما بصدقش الا لما بسمع بوداني يا اما بشوف بعيني. اكتر صفه تجذبني في الراجل حنيته. اكتر حاجه بحبها بتجذبني لاي واحده ست او كصديقه، يعني دمها خفيف، عادتها حلوه، مش كذابه، مش غيوره، على طبيعتها. يعني عايزه حد زيي، وانا الحمد عندي والحمد لله عندي دينا دي هي كده. يعني بقالنا 35 سنه صحاب لدرجه ان الناس فاكرنا اخوات من كتر ما احنا شبه بعض. كمان لو ما كانش اسمك حورية تختاري ايه؟ هو بابي كان عايز يسميني فاطمة، وجدتي مامت بابي اسمها حورية، فمامي بقى علشان ترضي حماتها فقالت له لا 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 احنا هنسميها حورية علشان حماتي تحبني. الخطيئة اللي ممكن اسامح فيها، لا اي خطيئة ممكن اسامح فيها ما عدا حاجة واحدة، الخيانة. لو كنتيني انسي، لو عملتي ايه بس اي غلطة تانية اي حاجة مهما كانت، لا لا انا قلبي طيب قوي قوي، وعايز اقولك انا ممكن اقعد اتكلم معاكي وبنتخانق انا وانتي بعد 5 دقايق لك. واحنا كنا بنتخانق على ايه؟ وما بشيلش بقى وبتاع، فاي حاجة تانية اسامح فيها الا الخيانة والاذى. لما تقفي قدام نفسك في المراية بتقولي لها ايه؟ لا ما بقفش، انا بقف قدام المراية بس لما احب ابص على مناخيري مش اتغيرت ولا لا بس. لكن انا لو عايزه اشوف في حاجة بتوجعني، حاجة انا حاسة مش مرتاحة، ببص في المراية. بس ان انا اقف كده قدام المراية زمان كنت الكلام ده مش يعني من 10 سنين مثلا، كنت احط اغاني واقعد ارقص قدام المرايه. ده زمان. شكرا واضح.